هرب؟ هرب ازاي؟ طيب انا جاي لك دلوقتي حالا. يلا مع السلامة. هرب يا ابن المحظوظة يا ابراهيم. انت مبسوط يا معلم؟ انا لا مبسوط ولا زعلان، انا ماليش فيه اصلا. ازاي يا معلم؟ افهم الزلطة، ابراهيم شال الشيلة وخلاص، يتسجن يهرب، الحكومة تدور عليه، ملناش فيه، احنا بره الليلة. بس ايه حكاية الجدع اللي هرب بيه ده؟ قلتلكوا الداخلية مش هتسيبه، ما صدقتونيش. طبعا ما هو اللي ظهر وما يضربش على بطنه. لا ظهر ايه؟ ظهر ايه ده ظابط؟ عجبكوا كده؟ تقدروا تقولوا لي هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انت شايل هم ليه يا حاج؟ القضية ولبسناها له خلاص، الداخلية بقى تهربوا وتسجنوا، هم أحرار. مظبوط كلامك يا متر، صح جدا. هو ايه اللي مظبوط يا حماد؟ ايه اللي مظبوط؟ نفسي افهم انا. طب حد فيكوا ضامن الواد ده بعد ما هرب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يا اما هيدور على حته يتوى فيها، يا اما هيسيب البلد ويمشي. وبعدين يا حاج مالك؟ ما تطمن، مالك موسوس ليه؟ انا هادي مش مطمن، حاسس ان الحكايه دي مش هتنتهي على خير. شفتوا اللي حصل يا بهوات؟ اوعى تكون فاكر باللي انت عملته ده انك ساعدته. سليم الانصار انا هجيبه حتى لو كان في بطن امه، وهحكمه بتهمه الهرب عشان قائمه اتهاماته تزيد تهمه كمان. بصراحه بيه حضرتك مش مصدقني ليه؟ انا والله العظيم ما ساعدته. وهيهرب لوحده كده؟ يا فندم الموضوع كله حصل فجاه. احنا بنلعب بقى مش بنشتغل، صح؟ لعلمك بقى لو ثبت انك حتى مش متواطئ معاه هحاكمك. بتقوم تضع سلاحك الميري طبعاً جتك اللي هو أخدها منك. يا فندم الموضوع كله حصل في دقايق، وأنا كنت بحاول أمنع بقية المساجين إن هم يهربوا. عشان كده سبته يهرب. تفضل يا فندم، أنت متحول للتحقيق وموقوف عن العمل. بوريني بقى مساعدتك لي دي هتفيدك بإيه لما تلاقي نفسك أنت وهو في زنزانة واحدة. رزق يا فندم. ودينا على فين يا عم؟ ودينا على فين؟ حمزة مش عايز اسمع نفس. اسمع نفس ايه؟ يا نهار اسود، انت مش سامع السرينة؟ اسكت. وش ايه؟ وش ايه؟ ده انا اعلي صوتي. اسكت. يا ريتهم يجوا ينقذوني. رزق وكمان انا اقعد. انت يا عم ما انت سامع السرينه يا ابني؟ ترزع بقى اقعد. الصوت بيبعد مش بيقرب يعني. خلاص مشوا مشوا. طب افرض جم يدوروا علينا، ولا حد من اهل البيتين جاي يزور، ولا حتى الترب جاي يشقر علينا. ماليش دعوه، انا اقول لهم ان انت اللي مهربني. يا ابني محدش بيجي هنا يا ابني، مش شايف الباب بيصد ازاي؟ اخلص بقى عشان اعرف افكر. اسكت. تفكر هتفكر في ايه يا اخويا؟ امال المجرمين بيفكروا في ايه؟ انت بتفكر بقى في دماغك. لا اسكت. فكر براحتك، فكر براحتك، فكر ما تقتلنيش. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش تستنى الاول لما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مصيبه ايه يا عم الحاج؟ كفالنا الشر. وبعدين انا مالي الظابط هرب ولا غرف 60 داهيه؟ انا عملت اللي عليا، ولا انت عايز تاكل عليا عرق ابو تامر؟ عرق ايه اللي هاكله عليك يا ابن الكلب يا جزمة انت؟ خلاص يا حاج لطفي ما يصحش كده. وانت يا ابني انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش فكر في الكلام قبل ما تقوله، عيب كده. حماد بيه ما ساعدتك؟ اخلص خالص. حاضر. احنا كلنا في مركب واحده، وبعدين الحاج لطفي يعني في النهايه برضه بيعتبرك زي ابنه، واديك شايف الظروف اتغيرت. ولو الداخليه ناويه تحمي الراجل بتاعها يبقى كلنا لسه في خطر. الله، وانا مالي؟ يا جماعه كلامكم كله زي الفل وعلى دماغي من فوق. ممكن نهدى شويه عشان خاطر نعرف نفكر؟ نفكر في ايه؟ وانا قاعد في عقل عشان نفكر؟ يا حاج لو الداخلية شايفة إن القضية ديت فيها خرم إبرة، كانوا هربوه ولا كانوا خرجوه من المحكمة؟ ما دام هربوه يبقى عارفين إن القضية لابساه، يعني مفيش داعي للقلق. الله يفتح عليك يا متر، والنعمة أنت دماغك دي تستاهل تقولها ألماس. شفت بقى عم الحاج إن الشغلانة خلصانة، وخلصانة بالشياكة كمان. يعني المفروض تديني عرق أنا والرجالة بقى؟ لا
اهدى على نفسك شويه، عمك الحاج عنده برضه حق، لازم الليله دي تعدي ونشوف هترسي على ايه. وانا لسه هستنى يا متر. ما قلتلكش تستنى، انا عارف ان انت وراك مصاريف والرجاله بقول لك يا عم الحاج طلع له قرشين لغايه ما الليله دي تعدي على خير. بقى كده يا سليم يا ابني، بدل ما تطلع نفسك من المصيبه اللي انت فيها توقع نفسك في مصيبه اكبر. وهو كان هيعمل ايه يعني يا ماما؟ انت مش شايفه الدنيا كلها واقفه قدامه؟ سليم خسر اي حد ممكن يقف جنبه، مفيش حق يا بنتي بيجي بالباطل، خلاص خسر اي حد ممكن يقف جنبه. هو ما عملش كده غير لما اتاكد ان مفيش حد خلاص هيساعده، فقرر ان هو كان لازم يساعد نفسه بنفسه. ده اكيد يوسف جه يطمن علينا لما عرف اللي حصل. مساء الخير. مساء النور. صلاح الطوخي. وبعدين يعني يا سميحة انت تفضلي كده؟ اختي مش احسن من حبسته؟ لا مش احسن، مش احسن. في الحبس عارفين له طريق، عارفين هو فين، في فرشة بينام عليها، في لقمة بياكلها. دلوقتي احنا لا عارفين له طريق ولا بيعمل ايه ولا هو. أنا طبعاً مقدر إنكم أهل وخايفين عليه، بس عايز ألفت نظركم لحاجة، لو ساعدتوه على إنه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. أيوة صلاح بيه، بس أنا أخويا بريء وما عملش حاجة. هو البريء برضه يهرب. أنتوا اللي اضطريتوه يعمل كده. إحنا اللي اضطريناه، يعني إحنا اللي قلنا له يضرب الولد لحد ما يموت في إيده. احنا اللي قلنا له يروح يبتز الناس ويحاول ياخد منهم رشوه. والكلام ده كدب وما حصلش منه حاجه. هو ما قدرش يثبت انه كده، ولو بريء بجد كان وقف وواجه واثبت براءته. لما هو تصرف تصرف ملوش اي علاقه بالرجوله، وتصرف زي اي مجرم وهرب. ابني راجل يا صلاح بيه، وهيفضل طول عمره راجل، وقادر ربنا يزرع الحق. في حاجه تانيه ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا؟ أنا متأسف جدا، بس ليه رجاء أخير يعني، لو حاول يتصل بيكو يا ريت تبلغوه إن اللي بيعمله ده مش هيفيده، هيضره أكتر. أنا آسف على الإزعاج. عن إذنكم، أنا عارف طريق الباب كويس. أنا مش فاهمة إيه اللي افترى ده. الله الغالب يا بنتي، الله الغالب. يا ابو خبطت عيني يا ابني، هتقطع دراعي؟ مش هينفع، دي مش هتنفع. اصبر اللي بالليل نشوف حل وتغور في 60 داهيه. اصبر. اصبر اللي بالليل ايه؟ وانت عايز نفضل متكلبش مع واحد مجرم هربان من العداله لحد بالليل؟ اخلص ليه؟ بقى اخلص. يا ساتر يا رب. يا ابني مالك في ايه؟ يا ساتر، محصور من صباحية ربنا ومش عارف افك، ومش عارف افك. عايز اعمل زي الناس فيها حاجة دي كمان ولا ايه؟ تمام ترمي هناك. يلا اخلص، يلا اخلص. طب تعالى معايا. اجي معاك فين يا ابني؟ ما تخلص. طب انا هروح لوحدي هناك ازاي؟ ده انا لو قعدت ثانية بعد كده اقلع البنطلون وانشره هنا. طب يلا. هات ايدك شوية عشان افك الحزام بس. بط يلا يا عم، انت في ايه جمل؟ يا عم بقول لك محصوم الصبح من صباحية ربنا. يلا دورك، يلا. ولا مش عايز تتنيل انت كمان؟ اتنيل؟ ماشي. بص هناك
ابص هناك ليه؟ هتتكسف مني؟ لا لسه مش عارف انت ممسوك في ايه. ممسوك ظلم، الدور والباقي عليك انت. تلقوهم مسكوك عشان حرامي. انا مش عارف الحراميه شكلهم نضيف كده ليه. امال لما الحراميه يبقى شكلهم كده ولاد الناس هيبقى شكلهم ايه؟ اترمي بقى، مش عايز اسمع صوتك. اترمي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. اللهم لا اعترض علي، انا اللي جابني، انا مش عايز اقرب. بس بتصدق والله مش عارف الواحد يفرح على الفكه دي وشمت الهواء ولا يزعل ولا يعمل ايه. بس هو كده كده رايح في 60 داهيه. يلا هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه؟ وانت بقى ممسوك في ايه ان شاء الله؟ انت مالك اهلك انت؟ اخلص خلاص اهو، مفيش حاجه. هو كده الانسان بعد ما يفك زنقته. انا بقعد لنا بقى عم رامي وبطل هري. قعدت تقول لنا هنقلب الدنيا وهنعمل ونسوي، اديهم في الاخر هربوه واحنا كلنا واقفين نتفرج. على رايك يا عيسى، شفت الجبروب بتاعهم؟ ولا همهم ناس ملمومه ولا دنيا مقلوبه ولا اي حاجه، وبرضه عملوا اللي في دماغهم ولا كان حد مال عينيهم. خلصت وصلت اللطمه بتاعتكم؟ كنت فاكرين ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني بنعمل اول ماتش كده هنخ ونسلم، هم اكيد بيجربونا وهم يشوفونا احنا بنعمل ايه. احنا لسه هنعمل يا عم رامي؟ يا ابن اهدى، ارحم نفسك وارحمنا، البلد دي مفيش منها رجل. لازم تعرف كده كويس، احسن حاجه الواحد يعملها استنى لما يتخرج شوف اي بلوى يهج فيها. يبقى كده هم عملوا اللي هم عاوزينه مش كده؟ اللي قاعدين في البلد راضيين وساكتين بحالهم، واللي عايز يفتح بقه زينا يسيب البلد ويمشي. يا اخي حرام عليك بقى، انت لسه بتكبر. يا ابني افهم، هم دلوقتي بيجربونا بيشوفوا هنعمل ايه. يعني لو سكتنا وحطينا جزمه فوقنا زي كل الناس هيكملوا طريقهم، انما لو وقفنا لهم بقى. بقول لك يا عم رامي وحياة ابوك، انا الكلام ده مبقاش ياكل معايا خلاص. لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايده، يمكن ساعتها تعرف ترتاح. يا جماعه هو زياد مش كان صاحبي زي ما كان صاحبكم؟ رامي كان صاحبنا، بس مش معنى كده ان احنا نحصله. هنحصله ليه؟ زياد حصل فيه كده لما كان لوحده، انما احنا لو كتير. يوه كتير مين يا ابني؟ انت ما بتتعلمش، انت بتتكلم ازاي؟ ساعه الجد ما حدش واقف جنب حد على فكره، كله بيقول يلا نفسي. لا طبعا، ما انتوا شايفين الشباب عملوا ايه على السوشيال ميديا من ساعه ما المجرم ده ما هرب. تاني السوشيال ميديا مدفوقه رامي، الشباب اللي انت بتقول عليهم دول زياد بالنسبه لهم مصلحه، هيعملوا بيه شويه شغل وبعد كده في الاخر ينسوه. لا مش كلهم، فيهم ناس كويسه انا متاكد. متاكد من ايه بقى بأمارتي؟ في حاجه كده بس مش هقول لكم عليها دلوقتي، يعني عندي مشوار بالليل هخلصه. لما ارجع افهمكم كل حاجه باذن الله ساعتها ان شاء الله هجيب حق زياد وكل اللي زيه. بس خليكم معايا يا شباب بقى.